الآن باش نوريكم طريقة تحضير التاي على الجمر على الطريقة الصحراوية، فليتفضل الشيخ مشكور. أولا نوجد الدجانة تاعنا هكذا، هاكم تشوفوا البرارد ونشوفوا عندنا الماء وعندنا هاو التاي. الزريعة هذه تاع توارق راهي دروجين تجي كمية، الله يخلف الله يخلف. أيوه نبدو، الماء راه عندنا واجد ورا البراريد راهم واجدين. نبدو أسيدي الكمية اللي باش نديروها في البراد. في البراد ايوه. نعم. واش معناها قداش؟ كاس تقدر براد براريد كيما هذا مسخر. آه. كاس تاع تاي. ايوه. عادي. يلا بسم الله. هكا تصب معناها كاس هكا ودير به. كاس كيما هذا. ايوه. ها كاس تاع تاي. ديرها في هذا الكيسان. هكا صافي دير هكا هي يلا. نبدو. بسم الله. وش تدير لهم بعد؟ لازم نضيفوا له شيء ماء. معناها ولا ساخن كيف كيف المهم. معناها تمصمصات تمصمصات. ايوه. تمصمصوه شوي. بسم الله الطريقة كيفاش تمصمصها هكا؟ يتنحى عليها الغبار، ها تشوف التاي راهم راك عارف الشريكة راهي تصب وخلاص. هنا صفوه التاي. هكا رانا نمصمصوه. ايوه هكا. يتنحى الغبار. تنحى الوسخ معناها نتاعها. صفوه الغبار تاع التاي. ايوه. خلاص ومن بعد الشيخ بعد ما تمصمص هكا مصمصنا. ايوه ومن بعد نضيفوا له الماء. هيا بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الماء قدر ما يتق الزريعه ولا الحشيش. ايوه تاعنا نقطوا البراد تاعنا. ايوه وتو جمرات. الجمر جمر معناها تحطوه على الجمر قوي، جمر جمر متوسط ما كثرلاش النار باش ايوه باش يطيب هادي. ايوه ورينا الطريقة كيفاش تحط. ايوه بسم الله هكا بسم الله ونحطوه هكا الطريقة تاع الحطال تاع البراد تاعي. ولا المدة قداش دقيقة؟ المدة نص ساعة 40 دقيقة كل واحد وكيفاش. حتى كاين اللي يقول لك حتى الشاي تاعنا باش تجي كمية مريقلة على الأقل 40 دقيقة. ايوه هذه هي صح ان شاء الله. في الانتظار تاع تطيب البراد الأول. تمت عملية الطبخ، الآن باش تصفي يا شيخ. صفي لازم. يلا صفي، شوف الطريقة كيفاش تصفي فيها البراد. هكا معناها تصفي الكمية الأولى هذه معناها. الكمية الأولى هذا البراد الأول. أيوه ومن بعد تخلط بال خلاص هذه الطريقة. دير السكر يا شيخ بعد ما صفيته. لازم نديروا شوية سكر. مقياس ولا هكا بالعين المجردة؟ عين مجردة هكا تعرف كاش قيمة. أيوه خلاص سيدي. وكيفاش من بعد تبدا بطريقة مشكية معناها. المشكوة. لازمك تطلع يدك باش التاي ضبطك يبان معناها. ايوه هكا طريقة تاع تخليط التاي. وشو الفائدة من التخليط الشيخ؟ من التخليط معناها التاي يخرج يعطي القوة تاعك كما نقول. ايوه يخرج الكشكوش معناها الكشكوش صافي بالطريقة هذه هكا. هاي بالطريقة هكا التاي راهو نقولوا شوف الله. ايوه هكا توكا هذه الطريقة تاع الكشكوش، هذا السر معناها تاع التاي. السر تاع خلي كشكش مليح حتى تقصف فيها كشكش النم غير تبزع من البراد. تو دير الكشكوشة في الكيسان. في الكيسان. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. هكا من بعد تبدا هكا تم تربي في الكيسان معناها بمقياس معين. ربي يبارك ان شاء الله. مد 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 تو تبدا تمد للزبائن. ربي يبارك ان شاء الله. كميه واش الكميه؟ كميه ما شاء الله. وبالصحه والهنا مع الشيب عبد الحميد.